خوتي المغاربه مرحبا بكم. علاش المغاربه بعض ما نقولش كلشي، علاش كنمشيو للحيط القصير؟ علاش الممثل محمد رمضان بان مع واحد المراه مغربيه كتبكي هي وبنتها؟ بعض الناس تقلقوا من داك الفيديو ديك الصوره ديال المراه، وقال لك انها كنعطي واحد النموذج للاجيال الجايه، ها الناس اللي كتبغيو رمضان. هذيك اختيارات. واخا انا عندي السؤال الجوهري اللي ما تابعولوش الناس، الوزير بن سعيد الوزير كيفاش تصرف في هذا المعرض الدولي للكتاب مع مقارنه مع المؤلف؟ مع من بان الوزير كيتسارى؟ ظهر الوزير مع محمد رمضان كيتسارى هو وياه. نشوفوا هذه المراه ونشوفوا الوزير عيبان لكم وعاد نكملوا. بن سعيد الوزير شفتوه كيتسارى مع أسامة المسلم الروائي السعودي، شفتوه كيتسارى مع بن سالم حميش، مع عدد من الناس كانوا تما روائيين وجاو من العالم وكتاب، شفناه مع رمضان. علاش رمضان بالضبط؟ علاش؟ شكون اللي أكثر وزنا هو بعد سميتو هذا المعرض الدولي للكتاب؟ رمضان تيكتب الكتوبة، هو معرض دولي للكتاب، يعني اللي خص يتشرفوا اكثر هو صاحب الكتاب بحال اسامه، بحال هو اللي خص نشوف معاه الوزير كيتمشى معاه. ولكن السؤال، واش بن سعيد كيعرف هاد اسامه المسلم؟ سؤال مهم وفي غايه الاهميه للمغاربه. دابا كنشوف واحد المقطع ديال رضوان الرمضاني وضفقير والشرقاوي، واحد المقطع ما كيعرفوش أسامة المسلم، لا يعرفونه، ما كيعرفوش. واخا نسمعوا هادي سؤال، واش بوحدي اللي ما كنعرفش أسامة المسلم؟ على هذا أستاذي أنا والله ما كنت نعرفه بالله. أغلبية أنا ما كنتش نعرفه. فيهم المشتغلون بحرفة الكتابة ما كنعرفوش. ما كنتش نعرفه. أول مرة ملي بديت كنقرا تدوينات إما ساخرة أو لا منبهة كتقول لك المسلم المسلم المسلم، كنقول شو واقع؟ واش رابر مسلم زادوا لي الالف واللام؟ وشنو واقع؟ صحيح المسلم، صحيح مسلم. فاذا بي اكتشف بانه كاتب سعودي استطاع انا عاد ان يستقطب ما مصيبه المغاربه. هادشي والله حتى مصيبه، والله العظيم الا كارثه. انا ماشي شوفوا المغاربه، صيفط لي واحد السيد، والله انا ما كنشوف تدوين هاد الرمضاني زعما اش كيكتب. باش تعرفوني حنا راه انتقدناه ذاك النهار وانتقدني بواحد الموضوع بحال اي هلعه وكندوزو. البارح شوف شنو كتب عليا، طبعا شوف شنو كتب عليا، شوف انا ما كنجبدو، ما تقولش المهداوي الزملاء وما كنجبدوش، هضرنا واحد النهار فواحد الفكره اختلفنا دوز كيما كان الحال، حنا ماشي كان موقع يعني ماشي عديان. والله ما يتسامح معاك. شوف كتب لي، شوف البارح البارح ولا البارح ولا البارح، الصراحة الفيديوهات ديال اليوتيوبر حميد المهداوي خاصهم يرجعوا يتقراو في معاهد الصحافة، حيت هي مركز ديال كاع الأخطاء المهنية اللي خاص الصحفيين ما يديروهاش، وغتكون هذه المرة الوحيدة اللي ممكن الإنسان يستافد من شي حاجة. أنا ندخل هذا الشيء في حرية التعبير أسيدي، مالو نسدلو فمو ياك؟ أنا المهداوي كان خلي السيد كينتقدني مرحبا، ماشي تما المشكل. دابا المشكل فين كاين؟ هو أنك أنت ما كتعرفش شكون هو أسامة المسلم. قلتها فواحد المرة فواحد الحلقة، مشكلة المغرب. تصور انت لا تعرف أسامة المسلم، راه ها المغاربه راك انت ما كتاكلش القوق، يمكن عندك الحق ما تاكلش القوق، ولكن ما تقوليش ما كنعرفش القوق، حيت اللي قلتي لي ما كنعرفش القوق، حيت انت كتبقاش عندك تدخل السوق. واش لا دخلتي السوق ما يمكنش ما تشوفش القوق في وقته، يمكن انت ما كتاكلش خيزو، لكن ما تقوليش ما كنعرفش خيزو الا لما عمر دخلتي السوق. شنو هو السوق؟ هو المكتبه. راه عرفتي شنو هو استاذ جامعي؟ راه والله سيدي ماشي تما، وكتجبدونا اليوتيوبر كذا ما قاريش وما فيه، وانت ما كتعرفش شكون هو اسامه المسلم. تمشي عند بنادم عنده التحضير دابا غتدخل المكتبه با اسامه مسلم راه معروف، ما شتي روايه الخوف غتشوف الروايه ديال وهج البنفسج، او غتشوف الروايه ديال عرين الاسد، او لا غتشوف الروايه ديال بساتين عربستان. وعباد الله شكون اللي ما كيعرفش اسامه مسلم؟ ما تقرالوش ماشي مشكل، ولكن اخطر كلمه قالوا قال لك لا نعرفه.
شنو كتعطيني انك ما كتخش للمكتبه؟ دخل الالفيه، دخل في بمشي جاي بالك اسامه المسلم، راه ما كتعرفوش يعني انت لا تزور المكتبه المغربيه. والا ما زرتيش المكتبه المغربيه منين تجيك المعرفه والعلم باش تناقش باش تحاضر؟ يعني احنا المغاربه كنقراوها باش نخدموا على الخبز، ما كنقراوش باش تصور. راه يمكن لك تقول لي انا مثلا يمكن انت ما ركبتيش في المرسيدس، ما تقوليش ما كعرفش المرسيدس. واش انت بالضروره ما تعرفش المرسيدس؟ سكودا واش بالضروره تكون تركبتي في سكودا؟ لا ولكن عارف كاين سياره سكودا. انت ما زرتيش باريس ولكن ما تقوليش لا اعرف مدينه باريس. واو هتقول لي مثلا انا في الرباط ما كنعرفش البرلمان الا لما دخلتيش للرباط. دخلتي الرباط غتلقى البرلمان ولا ما كنعرفش انا كاع مره قال لك البرلمان. اذا انت ما تزرتيش الرباط معناه انت ما كتدخلوش للمكتبه. ملي ما كتدخلوش للمكتبه وكتسبوا الناس وكتهاجموا الناس، وها عباد الله شحال خطير هذا المستوى من النقاش ونعاود عليه خطورته. وتصور الناس ما كيعرفوش اسامه المسلم. عباد الله عباد الله احنا قرينا له. شوفوا المغاربه، شوف غنعاود لي خطورتها. انا لا اعرف يا سؤال، واش بوحدي اللي ما كنعرفش اسامه المسلم؟ على هذا اوتادي انا والله ما كنت نعرفه بالله. اغلبيه انا ما كنتش نعرف فيهم المشتغلون بحرفه الكتابه ما كنعرفوش. انا لاول مره راه شوف راه تقدر تكون ما تعرفش مثلا حيدر يمكن ليك ما تعرفش شيء عبد الرحمن منيف وزنا. عبد الرحمن منيف راه اكثر وزنا من 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 اسامه المسلم، ولكن اسامه مشهور اكثر من عبد الرحمن منيف لان كتاباته تسويقيه. وتصور الشخص عنده كتاباته اللي منتشره وما كتعرفوش، معناه انت دابا الخطوره فين عندي؟ وكتكتب اليوتيوبر كذا وكتعطي الدروس. وسبق لي شرحت واحد الفكره، راه ملي كتكون باش تسمى صحافي بغيتي ولا خاص تكون عندك بطاقه صحافه بالقانون، وخاص تكون عندك اجازه وتكون عندك ديبلوم. الا ما عندكش مثلا اجازه وديبلوم تقدر تكون عندك ممارسه قديمه. دابا ما كيهمناش ما عندكش بطاقه، واش شنو هي الصفه اللي غنعطيوك؟ واش غتاخذ شي صفه صحه؟ هذاك القواعد القانون هذاك البرلمان عاكس ديناه وكيقول لك دابا هذا وما كيعرفش اسامه المسلم وما ماشي مشكل ما قريتيلوش. اخطر حاجه قلتها لكم انه لا يعرفه. اين تقضي يومك؟ علاش ما خديتيش اجازه؟ علاش ما خديتيش ديبلوم؟ علاش ما عندكش شهاده؟ وكيتكتب وكتسبنا حنا. دابا انا كنت المغاربه بحال هذا كنبغي نجاوبوا هذا الولد هذا السيد هذا، نقول له السبب الحقيقي علاش خرجتي من المعهد؟ علاش ما كملتيش؟ والله الا عندي والله ما نقدر اخلاقيا دبر راسو داكشي وقع له شي حاجه. السيدي غير قالوا لينا ها السبب الحقيقي، تيقولها لك استاذ ديال المعهد العالي، استاذ تيقول لي السي فلان هذاك السيد ها علاش ما كملش قرايته؟ ها السبب الحقيقي. ولكن ما قدرش واخا نكون غضبان. تصور هو كون كانت عنده هذه المعلومه عليا اش يدير لي بها؟ وتيكتب عليك اليوتيوبر وكيهاجمك معليش وما كتقراش الاسامه المسلم. اسامه المسلم يا عباد الله لم يحظى، ما مشاش معه الوزير. ها نمشي لنقطه اخرى خاطر درت صورته. علاش بان الوزير في هذه اللقطه كيتسالى مع محمد رمضان؟ ماشي تما المشكل، سير مع رمضان. ولكن علاش ما حضاش بنفس العنايه اسامه المسلم؟ سؤال، واش بن سعيد كيعرف اسامه المسلم ولا ما كيعرفوش؟ او لا حتى وقع داك الحادث ديال الصداع، حيت راه وقع في التوقيع ديالو راه ما كملش هو، وقعت واحد الضغوط واحد الاحداث وكذا وتدخل الامن لانه كان ممكن يوقع شي مشاكل. عاد هادشي قالو هو، قال لك عاد عيط له الوزير عطلقه. وعلاش ما تسالاش معاه الوزير؟ سؤال، اش من نموذج كنقدموا للمغربي؟ دابا حنا ملي كنجيبوا محمد رمضان كاين اللي كيبغيه، كاين اللي كيعتبروه بلطاجي، كاين البعض تيشوفوا عريان داك السناسل طوطو ولا بحال هذا النوع من النموذج. بن سعيد دابا مثلا علاش 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 ما حضاش اسامه المسلم؟ تصور الروايات ديالو يحضر بنفس العيايه وزير غادي معاه والقيام رايضه وتحضر له واحد الحضور وكذا. علاش؟ هذا هو الزمن اللي خصكم تفهموها المغاربه، التحولات اللي وقعت في المغرب. علاش؟ هادو ما كيعرفوش اسامه المسلم والوزير ما تمشاش مع اسامه المسلم، وحتى وقع المشكل قال اسامه راه مكتوب اسامه عاد عيط له الوزير ما بعد عاد. علاش؟ علاش؟ وفي الاخر كنقولوا كنحاربوا التفاهه. سولت واحد البرلمانيه بنت سيمو اعتقد، قالت له السيد الوزير هادشي ديال التيك توك والتفاهه في المغرب، باش جاوبها السي
باش جاوبها السي وهبي قال ليها حنا ما نقدوش على ديك الشركات ديال اليوتيوب وفيسبوك عمل. سمعوا المغاربه هذا الجواب سمعوا رجاء. عنوانها التفاهة ووقودها أجيال غرت بهم. 2023 500 مليون فيديو مصور في وسائل التواصل الاجتماعي، هذا رقم رسمي، 500 مليون فيديو مصور. صوت سيد الوزير. قلت في 2023 500 مليون فيديو مصور في وسائل التواصل الاجتماعي على مستوى العالم. هذا قبل مازال ذاك الاصطناعي ما خد المجال ديالو تبع جوج الملايير. انا بغيت نبكي معك، ما عندي مشكل، ولكن وسائل التواصل الاجتماعي لا التيك توك ولا الفيسبوك واش القرار ديالنا فيها 100%؟ الله يرحم ضعفنا وصافي. العالم عندهم واحد القرار كاين في امريكا وواحد القرار كاين في بكين تيقرروا في هاد الجوج الفيسبوك وفي اليوتيوب حنا كنتقاتلوا معاهم، حيد هذا حيد لهذا بلغ لهذا ضرب لهذا، ولكن تعرف شحال كينزل في النهار، كشحال كينزل في النهار، ليش قاتلوا شي حاجه كيديرها ولا كتب شي حاجه كيديرها، كنتقاتلوا كنتابعوا كتكون المتابعات الانيابه العامه خدامه الامن الوطني الله يجزيه بخير بواحد الطاقه كبيره جدا بواحد الدقه كثير متبع الموضوع، وانا كنقول لك راه الله يرحم ضعفنا وصافي راه حنا خدامين غنتقاتلوا. انت حميتيهم من الفيسبوك وحميهم من التلفزيون، كاين في كاين شي فيلم الان نكمل ما نكملش علاش ولاش ما حتى شوف عق شوف عقليه كيفاش كتعالج الامور. والله خصكم تاملوا، قالت له التيك توك قال لها كي غنديروا له كذا، يعني القوه كنقولوا قوه القانون او قانون القوه، هما كيامنوا بقانون القوه، يعني الحيط القصير. لا خصكم المغاربه تفلسوا في هذا الجواب الوزير، يعني حنا لا واش قادرين، هذاك اللي كيستعمل الشركات هذاك شخص معنوي قوي، لا حنا كنمشيو للشخص طبيعي البشر صغير حيط قصير كنجيبوه بتدوينه ولا نجيبوه. شوف دابا كيقلبوا على الشخص الطبيعي حيط قصير الاخر، والغير واحد الجواب كاينه موازنه بين حق في التعبير وبين المسؤوليه، وحنا كنحاولوا نشوفوا بين هذه الموازنه بين التعبير. قول سيدي خصنا نشوفوا الصياغ ديال تاطير الناس كيفيه استعمال هذه الشبكات وعندها وجه تصور، حنا ما قادرينش على هذا وقادر عتي كيبان لك وجواب زجري في واحد الطريقه في التفكير، وكيبان فيه الحيط القصير المواطن. حنا قادرين على ذوك المواطنين الصغار نجيبوه، هنحاربوا التفاهه بهذه الطريقه، نحاربوا التفاهه بهذا النوع من الممارسات. نقول لكم واحد الحاجه اخوتي المغاربه، هذه اصبحت عندي قناعه كلتها وباقي كنقولها واللي عقله شوف المغرب الحبيب غادي فيه بعض، ولكن هذا الشيء ما غيبقاش. هذا الشيء قلت واحد المقوله مؤخرا ديال المسرحيه، وعاد كما قال واحد المسؤول قال لي راه مسرحيه وغتسالي هذا الشيء دابا، هذا الجواب على هاد الناس اللي طلعوا الفوق. واحد الفكره نقولها بعدا، شي وحدين كيصيفطوا شي ميساجات، شي وحدين كتبوا المحتوى الامن، ما الامن ما عندنا حتى مشكل مع المؤسسه الامنيه الخوت، واقول لكم مشكوره تلقيت دعوه لحضور الايام المفتوحه ديال الامن، تلقيتها من الامن كباقي ما تلقاوها عدد من الصحفيين وعدد عباد الله، حيت بعض الناس بداو كيروجوا مهداوي ما عنديش انا مشكل كاع مع الامن وما حضرتش علاش لسبب قاهر خاص ما نقدرش نفصح عليه، وتفهمه المسؤول الامني اللي وجه لنا الدعوه الكريمه مسؤول كبير، قلت له هالوضع ديالي كيفاش داير، وتفهموا لان وضعي يعني ما نقدرش ندخل فيه لانه خاص ما يقدرش ما يخلينيش نتحرك، يعني هالسبب حيت كاين البعض ديال المهداوي ما جاش. الناس دائما كتفسر بعض الامور، تلقيت دعوه وكنشكر الإدارة العامة للأمن الوطني على هذه الدعوة، وكنهنئها على نجاح هذه الأيام المفتوحة. ربما تبعتوا شي 100,000 أو أكثر من 100,000 واحد اللي حضر، كنشكرهم على نجاح هذه يعني المحطة اللي فيها واحد الإشارة ديال التحول في السلوك ديال الأمن، وهاد الصورة اللي كتعطى يعني على المؤسسة الأمنية. فما يبقاش بنادم غير يبقى يروج أي حاجة عباد الله. شفت أنا بعض الناس كتبوا شي حوايج المهداوي مشكلته مع كذا، ما كان عنديش أنا مشكل مع الأمن. انا عندي مشكل مع سلوكات واشخاص كنتقد، وماشي المؤسسه القضاء كاع المؤسسه، انا ما عندي ما حتى شي مشكل، عندي مشكل مع سلوكات ديال الاشخاص، كاين اشياء اليوم يجب اعاده النظر فيها. راه البارح تلاقيت واحد السيد هنايا من المؤسسين ديال حزب ربان، مؤسس كاتب هو اللي حط كاع ديك الفهمات ديال كل ما بغيتش ندخل في التفاصيل ان شاء الله غادي نستضيفو، قامة فكرية كيهضر كله
عاد خرج كتاب في 2024 دابا مؤخرا. حتى من اللي بقينا نهضروا على البام وكيفاش كان البام وكيفاش الوزاره دابا بعضهم ديال البام وماذا وقع في البام وتسرق الحزب وهلم جر. كاين اشياء اخوتي المغرب، ولكن كل حاجه بالاجل ديالها. شفتوا 11 قبل 11 قبل 20 فبراير قبل 2011 شنو كان؟ كان واحد شي حوايج غاده في المغرب ماشي هي ديك. شكون كان كيعرف البوعزيزي وتونس وتحولت الاوضاع؟ كاين الله عز وجل. كاين حوايج كانت كتصاوب الفلسطينيين في التطبيع وكان التطبيع غادي يوسعوا. شوفوا 7 اكتوبر في غزه كيفاش بدلت احداث في التاريخ. راه حتى واحد ما يقول لك راه انا حتى هذا الشيء اللي كيوقع لتحت كاين شي حاجه ماشي هي ديك. شوفوا غير الموقف ديال المؤسسه الملكيه تجاه القضيه الفلسطينيه مؤخرا وشوفوا لتحت بعض الفعايل اللي كيديروا بعض اللي كيديروا بعض عباد الله. فاحنا مطمئنون ومتيقنون اخوتي المغرب بان الغد سيكون افضل. رساله اخيره لرضوان الرمضاني، حيت رضوان الرمضاني كيبقى شوف رضوان حاول تكون راه كنعطيو صوره سلبيه على الصحافه. بلغه القانون ما عندكش بطاقه عندك حق تاخذ صحفي هذا نقاش وماشي مزيده عندي بطاقه. راه اهم حاجه في الانسان هو الاخلاق. شي ما هي بطاقه ما هي بموقع ما هي بمسؤوليه ما هي حتى بحاجه. شي التميز كيحدث عندما كتكون الاخلاق وما كاينش الفجور في الخصومه. شي بحال التدوينات عندك صحاب لك انا كتقلقني ولا زعما تضرني والله ما كنتقلق حيت كنعرف اش كنسوى. انا ربما بكل تواضع الانسان الواحد اللي يقول اللي بغيتي عليا حيت كنعرف اش كنسوى. كيأطش فيا الكلام البشر عارف وخصوصا ملي كيجيك الكلام من عند إذا أتتك مدمتي من ناقص فتلك العلامة على أني كامل. ماشي كنقول لك أنت ناقص ولكن هذا البيت كيصلح لبعض العباد باش تعرف إذا أتت راه ما قالوش غير إذا أتتني مدمتي من ناقص بحال مثلا أنت رضوان ناقص في هذا الشيء ديال البطاقة. مثلا كون كانت عندك البطاقة وعندك شهادة وعندك دبلوم هتضرني ومثلا عندك مصداقية وعندك أنت ما عندكش مصداقية رضوان وما عندكش بطاقة وما عندكش دبلوم وما عندكش شهادة وأنا عندي شهادة وعندي الدبلوم في الصحافه المعهد العالي للصحافه وعاد عندي الاجازه وعاد عندي الماستر وعاد اجازه اخرى بكل تو باقي كنتعلم باقي صغير. فدابا انت ما غتقول لي هاد اليوتيوب عاد قتسب انا نقول لك ما تسيش ما تزيش المشهد الصحافي راه في الغيس. هاد الكتابات كتزيدوا تميعوا كتنفروا المغاربه ها العار لما شويه ديال التواضع. كنشكركم اخوتي المغاربه والى اللقاء.